هنقرأ مع بعض المزمور 45. مزمور 45 صفحة 863. لإمام المغنيين على التوشن لبني قورح، قصيدة ترنيمة محبة. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاؤك، وبجلالك اقتحم. اركب من أجل الحق والدعاء والبر، فتريك يمينك مخاوف. نزلك مسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. ارسيك يا الله إلى ظهر الدهور، طبيب الاستقامة طبيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاد أكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وخليخة، من قصور العاد سرتك الأوتار. بنات ملوك بين حظياتك، بعدت الملكة عن يمينك بذهب أفير. اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك، وانفي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك، لأنه هو سيدك فاسجدي له. وبنت صور أغنى الشعوب تتردى وجهك بهدية، كلها مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب ملابسها، بملابس مطربة تحضر إلى الملك في إثرها عذارى. صاحباتها مقدمات إليك، يحضرن بفرح وابتهاج، يدخلن الى قصر الملك. عوضا عن ابائك يكون بنوك، تقيمهم رؤساء في كل الارض. اذكر اسمك في كل دور فدور، من اجل ذلك تحمدك الشعوب الى الدهر والابد. الليلويا. هي مزمور جميل جدا، وان كان في بعض المعاني الغامضة او بنقول ايه ده بيتكلم عن ايه، لكن هنشوف ان المزمور ده بيمس حياة كل واحد منا، وفي فرحة كبيرة قوي لكل واحد. في العنوان بتاع المزمور ده في المقدمة بيقول لإمام المغنيين، يعني المزمور ده بينشده قائد المغنيين في العبادة الجمهورية اللي بيعبدوها في الهيكل والشعب بيرددوا وراه على التوسن. والتوسن ده نبات ليه شكل جميل وليه رائحة جميلة، وبيطلع في فصل الربيع. وتملي السوسن يذكروه بين الناس اللي بتحب بعضيها وبعض. لو ترجعوا ذهنكم كده في سفر نشيد الاناشيد، يقول حبيبي مثل السوسن، وهو يقول كذلك حبيبتي مثل السوسن بين الشوك. فهو زهرة رمز للحب، ويمكن تلاقوا بعديها على طول كاتبين قصيدة، يعني شعر ترنيمة ايه محبة. بتمثل الترنيمة ده هي المحبة المتبادلة بين شخصين، بين العريس والعروس، والعريس ملك والعروسة ملكة. فهو مزمور بيمثل النفس البشرية ده هي بتكلم عارفها اللي هو ربنا، اللي هو شخص المسيح. وهنشوف ان في هذا المزمور ارتباط كبير جدا بين هذا الملك العريس وبين شخص المسيح. وفي نفس الوقت النفس البشرية او الكنيسة، او هنشوف برضك ان هي رمز للعذراء مريم اللي هي الملكة اللي قامت عن يمين الملك.
لكن الجميل هو المحبة المتبادلة ما بين الإنسان وما بين الله. اترتب هذا المزمور في احتفال كان حقيقي، احتفال زواج الملك بالملكة، واتقالت المشاعر الجميلة. الجزء الاولاني من المزمور بيصف الملك، والجزء الثاني من المزمور بيصف الملكة، وازاي قام اللقاء ده بينهم، وازاي المحبة دي بقت ترنيمة محبة وترنيمة عرس. وكان باستمرار المزمور ده يرتلوه في الاعياد بتاعتهم، وخصوصا مع لما بيقول على التوسن. التوسن ده نبات زي ما قلت بيظهر او بيطلع في فصل الربيع، فكانوا بيقولوه في عيد الفصح. فاكرين عيد الفصح ده اللي حصل فيه ايه بالنسبة لشعب الله؟ ربنا استدى الشعب من الموت وخرجوا الى ارض الحرية. الكنيسة خدت المزمور ده وحطته كل يوم نصلي بيه. حطته فين؟ حد عارف؟ صلاة الساعة الثالثة. كانت الأجبية متقسمة لسبع صلوات، فالكنيسة خدت المزمور ده وحطته في صلاة الساعة الثالثة، لأن الساعة الثالثة دي عارفين حصل فيها إيه؟ حل الروح القدس على الكنيسة أو على النفس البشرية، والروح القدس ده اللي بيوحد النفس مع المسيح. وكأن اللحظة اللي حل فيها الروح القدس علينا أو على كل واحد فينا ده لحظة اتحاد أو زوال كل نفس منا بشخص السيد المسيح. كل نفس فينا بتشوف صفات عارفها ده شكله ايه، بيعمل ايه، بيحقق لها ايه. وفي نفس الوقت المزمور بيتكلم عن الحاجات اللي طالبها العريس في العروسة. عشان كده المزمور ده يهمنا جدا ان احنا نعرفه ونعيشه. واذا كنا احنا ماشيين في خط الصعيد وشايفين ناس كتيرة حبت ربنا وارتبطت بيه، اما شنودة، ابونا عبد المسيح المناهري، القديسين، فالناس دي كلها عاشت هذا المزمور، قصة حب بينها وبين ربنا. الحب ده ادى الى اتحاد كامل بينها وبين ربنا. على التوسن اللي مكتوبة في مقدمة المزمور كان ممكن تكون نغمة معينة كان المزمور ده بينشد بيه في الاحتفالات، او قد تكون في آلة موسيقية فعلا على شكل ظهرة التوسن كانوا بيعزفوا عليها اللحن ده هو. لكن اللي يهمنا في المقدمة دي كلها ان هذا المزمور هو ترنيمة محبة، ترنيمة حب ما بين الملك وما بين الملكة، ما بين الانسان اللي هو العروسة وما بين المسيح اللي هو العريس. فبيقول فاض قلبي بكلام صالح. الفيض يعني امتلاء، الواحد ما بيفضش الا اذا امتلا. فهو في مشاعر كتيرة جدا جواه امتلأ بيها وطلعها من جواه، مشاعر محبة عجيبة بينه وبين ربنا، زي التركيلة اللي كنتوا بترتلوها دلوقتي. بيقولك الناس بيلومونا وتفكه ما هوش مظبوط، اللي انتوا بتعملوه ده مش مظبوط، اللي يخليك تتعب، اللي يخليك تصلي، اللي يخليك تروح اديورا، ما تقعد تتبسط، ما تروح تلعب، ما تروح تتفسح، فتفكه مش مظبوط. لكن التركيلة تقول ايه؟ غصب عنهم ما اختبروش. هما بيقولوا كده لانهم ما يعرفوش حلاوة محبة الله، ما دقوش محبة ربنا، ده شيء يفوق العقول. لكن لما الانسان يختبر المحبة ده هي ويتلسع بيها ويتمتع بيها، قلبه يفيد بيها جدا، ما يقدرش يكتمها، لازم يعلنها، يبقى فرحان بيها. وإذا كان الفيض باستمرار إشارة للروح القدس، يقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، امتلاء بالروح القدس. فعشان كده الكنيسة حطت المزمور ده في صلوات الساعة الثالثة اللي فيها الامتلاء
بالروح القدس، فالإنسان اتملى فبيصيد بمشاعر في الحب تجاه الله. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني التعبيرات بتاعتي اللي أنا عايز أقولها للملك، هنطق بيها نتيجة إنها ملت قلبي، ملت فكري، ملت كياني، عايز أقول لكم عنها. وبين بيتخيل لساني قلم كاتب ماهر، كأن اللسان ده قلم ماهر شاطر بيكتب زي الكاتب المبدع اللي لما بتيجي ليه القريحة او بتيجي ليه الموهبة ما بيقعدش يفكر كتير، لكن تبص تلاقي ايديه عمالة ايه تكتب على طول، بيعبر عن اللي جواه. فهو بيقول انما لساني ده حكت بيه قصيدة، ترنيمة الحب بيني وبين ربنا، لان قلبي اتملى بالمشاعر وبالمحبة دهية. وابتدى يصف الملك او يصف العريس، فبيقول له انت ابرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعم على شفتيك، لذلك باركك الله الى الابد، تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك وبهائك. وهيوصف العريس بصفتين حلوين جدا. اول صفة وصف بيها العريس الجمال المبدع الجذاب لهذا العريس، ان هو جميل جدا، ابرع جمالا من بني البشر. والصفة الثانية ان هذا الجمال المبدع ذو قوة مخلصة، يبقى مش بس جميل ولكن قوي. لان احنا ممكن نتخيل ان الجميل يبقى يعني مايع او ضعيف او رقيق، لكن ده بالرغم من انه جميل جدا وجماله ابرع من بني البشر، احلى شيء من كل الناس، الا انه عنده قوة يستطيع ان يخلص بيها من كل شيء. فصفة الجمال الجذاب اللي بيفتن يقول له انت ابرع جمال من بني البشر. يمكن احنا لما بنحب نتلذذ بشيء بنتلذذ بعضينا ببعض، عايزين نقعد نتكلم مع بعض، نرغي مع بعض، نقول مشاعر لبعض، نلعب مع بعض، نفرح مع بعض، لان احنا لامسين بعض. لكن في نوع من الحب احلى كتير جدا من اللذة اللي انت بتجدها في مسامرة الناس او في انفعالك مع الناس. الحب ده لما هو ذاقه قال ده ربنا ده ابرع جمال من بني البشر، احلى من اي واحد انا بتمناه. في جمال عجيب جدا جواه، في فرحة كبيرة جواه، في لذة كبيرة جدا جواه، ألذ من ان انا اقعد مع اي انسان او اجدها في اي انسان. وسر هذا الجمال اللي موجود في العريس او في الملك يقول انسكبت النعمة على شفتيك، انه كلامه كله حلو. يمكن مشكلتنا احنا مع بعضينا ما بنعرفش نتكلم مع بعضينا، نيجي نتكلم مع بعض لاما نغلط في بعض لكن هو مثله. وسر الجمال اللي فيه ان النعمة بتفيض، بتنسكب، تنسكب يعني تطلع بغرارة من شفتيه. نعمة يعني عطية مجانية، ان كل كلامه معايا مفرح جدا ليا، مشبع جدا ليا. اللي بيخرج من فمه مش مجرد كلام عادي لكن انسكاب، واحنا عارفين ان اللي بينسكب ده المية، والمية تملي رمز للايه؟ للحياة. اللي بيطلع من شفتيه حياة بغزارة، يديني معنى، يديني طعم، يديني جمال للحياة، يديني فرحة للحياة، يديني شبع للحياة. عشان كده الناس اللي فعلا عاشت مع ربنا واختبرت ربنا ودقته بقت حلاوة ربنا وجمال ربنا في الكلام اللي خدته مع ربنا. ده شوفوا لو حبيتوا تمسكوا مثلا كده اي انجيل من المشاير الاربعة وشوفوا الكلام اللي قاله المسيح.
الكلام اللي اتكلم بيه المسيح مع الناس مع اي حد تلاقوه ينقسم لاربع اتجاهات. اول نوع كلمات التعليم اللي كان بيقولها: حبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم. كلمات التعليم بتاعته دي جذبت عقول ناس كتيرة وجذبت قلوب ناس كتيرة، لدرجة نشوف ان حركة رهبنة ناس كتيرة سابت العالم من اجل انها تمشي وراء تعليم المسيح. كلمات التعليم اللي كانت بتخرج من شفتيه اثرت القلوب واثرت العقول. نوع تاني من الكلام اللي المسيح اتكلمه كان كلام غفران. غفران يعني سامح. يا بني مغفورة لك خطاياك، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ده الكلام اللي بيقوله لي، لما بيعلمني لما بيغفر لي بيسامحني، وبيسامحني حتى على الحاجات اللي الناس مش عايزة تسامحني عليها، وحتى الحاجات اللي أنا مش عايزة أسامح نفسي عليها. أو النوع الثالث من الكلمات اللي كانت بتفيض من المسيح كانت كلمات الشفاء: قم، امشي، ابهر، افتح، ابصر. كلمات شفاء، كانت قوة للشفاء تخرج من كل كلمة منطوقة من شخص السيد المسيح. النوع الرابع من الكلام اللي قاله المسيح كلمات دعوة للحياة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يبقى الكلام اللي قاله المسيح حاجة من الأربعة دول: لإما تعليم، لإما غفران، لإما شفاء، لإما دعوة للإيه؟ للحياة. وكل كلمة من الكلام دول أنا محتاج له، أنا محتاج اللي يعلمني واللي يعرفني واللي يفهمني، أنا محتاج للي يغفر لي، أنا محتاج للي يشفيني يكمل كل نقائص وكل ضعف فيا، أنا محتاج لدعوة للحياة اللي يدعوني باستمرار إن أنا أعيش. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ده كلام النعمة المنسكب على شفتيه تجاه الإنسان. عشان كده لما الواحد يدوق فعلا تعليم ربنا ويدوق غفران ربنا وشفاء ربنا ودعوة ربنا، لازم يقول للربنا: انك ابرع جمالا من بني البشر. الناس يوم ما بتكلمني وبتديني كلمة يعني وتكون الكلمة حلوة، بتطلع الكلمة دي كلمة ايه؟ مجاملة في الاخر او رياء مش حقيقة. لكن الواحد يا سلام بيبقى فرحان بيها: يا فلان ده جاملني، فلان ده يعني قال لي. لكن بينما احنا سايبين ربنا اللي هو ابرع جمال من بني البشر وبنجري نشحت من بعض شوية مشاعر او شوية عواطف او شوية مجاملات. انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله الى الابد. باركك الله الى الظهر او الى الابد. واحنا كنا لسه امبارح بنعيد بعيد الغطاس اللي فيه المسيح حل عليه الروح القدس. بس المسيح حل عليه الروح القدس مش من اجل نفسه، المسيح حل عليه الروح القدس من اجل الايه؟ الكنيسة اللي هي جسده اللي هو احنا، لان هو بيمثلنا وهو نيابة عنا احنا بني البشر، وبجسدنا احنا احنا كمان خدنا فيه بركة الله الى ابد. بقينا مباركين مباركة ابدية لان احنا اعضاء جسد المسيح، لان احنا من لحمه ومن عظامه. عشان كده في شخص المسيح قبلنا البركة، وسبب البركة مش هو احنا، لكن سبب البركة انسكاب النعمة على شفتين المسيح، لان المسيح نال رضا وسرور الاب. عشان كده قال له: انت ابني حبيبي الذي به سررت. فجاب لنا احنا الايه؟ البركة. مش بس ان هو ليه جمال، ابرع جمال من بني البشر، لكن ليه قوة مخلصة.
مش بس جميل لكن قوي، وبيتكلم عن قوته من خلال حاجة: تقلب سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك وبهائك. قوته في ايه؟ في السيف بتاعه، والسيف بتاع ربنا هو اول حاجة. سيف ربنا هي كلمته، لان كلمة الله حية وفعالة، حية وفعالة يعني قوة مخلصة تستطيع انها تصنع اشياء. كلمة الله حية وفعالة واقوى من سيف ذيه حدين، خارقة لمفاصل النفس ومميزة لأسطار القلب. فسيف ربنا ده اللي هو قوته هو الكلمة بتاعته. طب وايه تاني سيف ربنا يرمز لايه؟ سيف المسيح ايه هو؟ اللي ادهولنا احنا بقى، مش بس كلمته، لا، الصليب. الصليب هو القوة المخلصة بتاعة المسيح اللي سلمها لنا. عشان كده الاباء بيعلمونا ان احنا نرشم علامة الصليب قوة، سيف في ايدينا، بناخد قوة ربنا، بنرشم الصليب في مخاوفنا، بنرشم الصليب في بعضنا، بنرشم الصليب في خطيتنا، علشان ناخد تلك القوة المخلصة. ربنا مش بس جميل وابرع جمال من بني البشر، لكن ربنا كمان ليه قوة مخلصة تستطيع ان هي تصنع لينا هذا الخلاص. فهو بيقول له امسك سيفك، كلمتك، صليبك، تقلد سيفك على فخذك. والفخذ هنا إشارة إلى تجسد المسيح، إلى تجسد الله. واحد ليه فخذ يعني ليه جسد. شفنا في العهد القديم رموز كتيرة. إبراهيم لما جه يدي عهد بينه وبين إليعازر الدمشقي قال له حط إيدك تحت فخذي، فصارت الحركة اللي عملها دي علامة للتجسد. فالفخذ بيقول له تقلد سيفك على فخذك ايها القوي لجلالك وكمالك. فاذا كان السيف هو الكلمة، يقول يوحنا الكلمة صار جسدا، والمسيح ارتفع على الصليب بالايه؟ بالجسد. خد الصليب ده واديني قوة، اديني نصرة. تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار. وبيوصف الملك او العريس بان هو جبار، جبار يعني قوي. اختبار جميل جدا ان احنا نشوف ربنا الجبار في حياتنا. احنا تمادي بنبص لكلمة الجبار بان يعني مفتري، لا، الجبار يعني قادر على كل شيء. المسيح بالرغم ظهوره في مظهر الضعف وهو في الجسد، لكن كان قوي. حتى في كلامه يقول كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وجبروته ده غلب الشيطان، يقول رأيت الشيطان ساقطا مثل البر. وجبروته ده أثر قلوب ناس كثيرة، تشوفوهم عايشين في المغاير والجبال وشقوق الأرض، وناس كثيرة من أجل قلوبها اللي اتأثرت بمحبة المسيح استشهدت من أجل المسيح. هتشوفوا ايدين شهيد في اخميم ما زالت سليمة لحد دلوقتي، لكن طفل صغير يموت من اجل المسيح ويقبل ان اعضائه تتقطع. ايه اللي خلاهم يؤثروا بمحبة المسيح؟ جبروت المحبة بتاعت المسيح. يبقى هو جبار لانه غلب الشيطان، وجبار ايضا في انه يأثر محبة وقلوب الناس جوانا. الشعوب تحتك يسقطون، محدش يقدر يقف قدامك. رأيت الشيطان ساقطا، محدش يقدر يقف قدام جبروته. يقول له ايها الجبار جلالك وبهائك. والجلال والبهاء هنا رمز للاهوت والناسوت، جلال اللاهوت وبهاء الناسوت. بجلالك اقتحم اركب، بلاهوتك اقتحم اركب، سود. وكأن
انسان بيقول لربنا تعالى رد وسود بجلالك على حياتي، اقتحم حياتي، خد سيفك وتعالى املك واغلب فيا، انتصر فيا. لكن يقول ان في ثلاث حاجات في جبروته، بالرغم ان هو جبار، لكن شوفوا جبروت ربنا بايه؟ من اجل الحق والدعاء والبر. ده جبروت ربنا، الحق ان هو ايه؟ كل ما هو حق، انا هو الطريق والحق والحياة. جبروته في دعته، جبروته في الدعاء بتاعته، وديع ومتواضع. جبروته وديع ومتواضع. والبر اللي هو الصح، ده الجبروت بتاع المسيح، انه كان ماشي صح وبيعيش الصح وبيدي الانسان ان هو يعيش الصح في وداع. فده السلاح بتاع المسيح اللي بيه غلب، واللي بيه ايضا بيملك على قلوب كل الناس دول، من اجل الحق والدعاء والبر. فتريك يمينك مخاوف، فأديه بالصح وبالوداعة تصنع أعمال عظيمة جدا تخوف وترهب الشياطين وترهب كل الأعداء. نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. السلاح الثاني، إذا كان السلاح الأولاني يتكلم عنه السيف، وإن السيف ده هو كلمة ربنا وصليب ربنا، السيف ده سلاح بيستخدمه الإنسان عن قرب، لكن في حاجات تحب إنها تضرب عن بعد، اللي هي النبال أو السهام، السهام المسنونة أو النبال المسنونة. والسهام المسنونة ده هي والنبال المسنونة تجيب البعيد. مسنونة يعني متجهزة متوضبة حادة، وتخرق تجيب الهدف. وبيقول كده ان الهدف نبلك المسنونة متنشنة فين؟ في قلب اعداء الايه؟ الملك. بس مش عشان يهلكهم، ده علشان يخلصهم. شوفوا واحد زي مين؟ زي شاول الطرسوسي. ربنا جابه من بعيد، نشن عليه، ضربه في قلبه، غيره الى بولس الرسول. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ في ناس ربنا بيتعامل معاها عن قرب، بيديها قوة كلمته، بيديها قوة صليبه. وفي ناس مهما كانت بعيدة ربنا برضك بيتعامل معاها عن بعد وبيجيب. عشان كده دي خبر مفرح جدا، ان الله يستطيع ان يتعامل معايا سواء كنت قريب يعني ليا حياة روحية وبصلي وبصوم وبحضر اجتماعات، وسواء كنت عن بعد، كنت بعيد ماليش دعوة بالصلاة، ماليش دعوة بقراية الكتاب المقدس. ربنا يبعث لي سهم من السهام دي تنشل قلبي. فالسهام او النبل المسنونة دي هي كلام الكرابة اللي خرجت الى اقاصي الارض، جابت الناس البعاد اللي ملهمش علاقة، اللي ملهمش حياة مع ربنا. نبلك المسنونة في قلب اعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. شعوب كتيرة جدا خضعت، محدش قدر يقاوم، محدش يقدر يقف قدامه. عشان كده ربنا لما يفيض بمحبته على انسان، محدش يقدر يعاند ويقف قدامه، الكل لازم يسقط تحت طوفان الايه؟ المحبة. وقد يجي الوقت اللي فعلا بالرغم من قساوة قلوبنا تجاه معاملة ربنا لينا، ان احنا هنسقط قدام صيد المحبة بتاع ربنا. وصف الملك في صفاته وفي قدراته وفي امكانياته، دلوقتي يبتدي يوصف الحاجات اللي عنده. اول حاجة في الملك هي العرش، الكرسي. فيبتدي يوصف عرش هذا الملك، كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، يعني العرش بتاعك الى الابد الاباد، مستمر على طول، ملك ابدي، مش بس ملك قوي،
بنشوف في الممالك بتاعة الارض يجي لها فترات تبقى قوية فيها وبعد كده تضعف وتنتهي، لكن عرش الله الى الابد قوته لا تزول. عشان كده تبص تلاقوا الطقس الكنيسة اللطيف بتاخد الاية دي من المزمور ده، هو كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، وتقعد تتغنى بالمزمور ده امتى؟ في يوم الجمعة العظيمة في لحن بيت الثرونس، لما تلاقوا الشمامسة تلموا حوالين المنجلية وبيقعدوا يقولوا لحن طويل. ايه هو عرش الله ده؟ هو الصليب. الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة، اللحظة اللي ملك فيها المسيح على عود الصليب، يقول ان الرب قد ملك على خشبة. بنقول له هذا اللحن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. اذا كان ظهر في مظهر الضعف على خشبة الصليب، لكن الكنيسة بتقول له لا، ده عرشك يا رب القوي اللي انت تجلس عليه الى الابد ومحدش يقدر يهزك من عليه. فكرسيه عرشه الى ظهر الدهور، وقضيب الاستقامة قضيب ملكه. قضيب الاستقامة ده اللي هو الطولدان اللي بيبقى في ايد الملك. تبصوا حتى في الصور الموجودة في الكنائس يلاقوا المسيح مرسوم قاعد على كرسي وفي ايده الطولدان او القضيب اللي بيمسكه الملك، ويقول ان هذا القضيب هو قضيب الاستقامة. ربنا يحكم، عايز القلب المستقيم، القلب الدغري، القلب الواضح وفي وضوح وفي استقامته، يتكلم عن طبيعة المسيح. طبيعته ايه؟ احببت البر وابغضت الاثم. دي طبيعة المسيح، يحب البر، يحب الصح ويرفض ويكره الغلط. ما قالش لانك فعلت البر ولم تفعل الاثم، في فرق كبير بين الاثنين. ودي طبيعة المسيح اللي عايز يعملها فينا، ينشئها فينا، مش ان احنا نعمل الصح وما نعملش الغلط بس، لكن لا، المهم مش اني ما اعمل وما اعملش، المهم ان انا احب البر ابقى عايزه، وان انا ارفض الاثم واكرهه مش بس ما اعملوش. لاني ممكن اعمل البر، افعل البر مش لاني بحبه، لاني مضطر، لان الظروف اجبرتني، لاني عايز اتمدح، عايز الناس يقعدوا يتكلموا عني مش لاني بحبه. ممكن ما اعملش الخطية مش لاني بكره الخطية، لكن لاني خايف من عقاب الخطية، خايف من الفضيحة، او مش عارف اعمل الخطية. ربنا مش عايزنا ان احنا نعمل وما نعملش، ربنا عايز تبقى طبيعتنا ان احنا نحب البر، دي تبقى طبيعتنا ان احنا بنحبها ونرفض الخطية لان احنا بنكرهها. دي طبيعته، مش مجرد ان واحد يعمل وما يعملش. لان بعض الاحيان يجي الانسان ويقول يعني هو انا بعمل ايه؟ ما بعملش حاجة، ما بعملش حاجة وحشة، انا احسن من غيري. مش ده الموضوع، مش ده اللي عايز يوصلك المسيح ليه. المسيح عايز يديك طبيعة جديدة، طبيعة نظيفة، تحب البر وترفض الاثم اللي هي طبيعته. طبيعته دي اهلته، من اجل ذلك مسحك الله بدهن الابتهاج افضل من رفقائك. مؤهلات المسيح انه ممسوح بدهن الابتهاج، والدهن او الزيت ده رمز للايه؟ للروح القدس. وفي يوم العماد المسيح مسح بالروح القدس، وكانت المسحه بتاعت المسيح دي علشان ايه؟ احنا، من اجلنا احنا كنيسته. فبقينا احنا ممسوحين فيه. كلمة مسيح يعني ايه؟ ممسوح. طب المسيح مسح امتى؟ في يوم العماد، في عيد الغطاس امبارح اللي احنا كنا بنحتفل بيه. واقع الامر ان المسحه دي مش خاصه بالمسيح، لكن المسحه دي خاصه بينا احنا. احنا بقينا ممسوحين فيه، ممسوحين بيه. عشان كده يقول انه مسحنا ملوك وكهنه. فاذا كان الاب مسح الابن،
لما تقدم اليه نيابة عن البشرية كانت المسحة دي بزيت البهجة وبزيت الفرحة بدهن الابتهاج. قال له انت ابني حبيبي الذي به سررت، ادي الابتهاج وادي الفرح. شوفوا كل الحاجات اللي من زمان دي او الرموز اللي اتقالت زمان تمت في شخص السيد المسيح. بذهن الابتهاج اكثر من رفقائك، افضل من اي شيء، افضل من الانبياء اللي جم. عشان كده المسيح اذا كان صار بكر بين اخوة كثيرين صار هو اعظم شيء في الوجود وفي الحياة كلها. كل ثيابك مر وعود وسليخة. ابتدى يوصف ثياب الملك، يتكلم عن ثياب الملك. المر مادة صمغية يستخدموها في الأطياب، ودي اللي كفن بيها نيقوديموس السيد المسيح، وكان الثياب دي رمز للجسد، عايز يقول له ان جسدك كله تكفن بالمر وبالميعة وبالسريخة اللي هي الاجسام نتيجة الالام اللي انت شفتها وجستها. فالمر مادة صمغية تبقى عاملة زي البودرة كده بيستخدموها او بيستخرجوها من شجر الصمغ، لكن ليها رائحة جميلة طيبة. الميعة او العود دي مادة سائلة، ميعة يقولك الشيء ده مايع، مايع يعني سائل. برضك مرة ولكن ليها رائحة جميلة، وفي الميوعة بتاعتها دي رمز لانحدارها، الشيء المايع كده ينسكب لتحت. عشان كده نزل المسيح الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. والسريخة حتى من كلمتها يعني مسلوكة، كان يسلخوها من قشر الشجر، نبات زي نبات القرفة كده يسلخوه من قشر الشجر، طعمه مر لكن ليه رائحة ذكية. فبيقول ان جسدك يعني ثيابك كلها مر وميعة وسريخة. الجسد ده وقعت عليه الام فظيعة جدا والام رهيبة جدا، والالام دي كانت نتيجة ان هو محبته للانسان. فالثياب حتى بتاعت المسيح بتتكلم عن محبة المسيح للنفس البشرية. وكفنه نيقوديموس مع يوسف الرامي بالمواد دهية. واذا كان ثياب الملك بتبقى من النظافة، فجسد المسيح اللي هو الكنيسة المسيح نظفها وعطرها بالآلام. صحيح ان الكنيسة متألمة لكن رائحتها ايه؟ ذكية طيبة. الألم اللي بيبقى في الكنيسة بيدي رائحة طيبة. طيب الملك ده ساكن فين؟ في قصور العاج، ساكن من قصور من العاج. والعاج اللي هي بيبقى بياخدوه من سن الفيل، لونه أبيض وصلب جدا، منظره رائع. هي ده رمز للكنيسة، مسكن الملك ده رمز للكنيسة ورمز لكل قلب من قلوب الناس في البياض بتاعها وفي الصلابة بتاعتها. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. وفي القلوب دي صرفك الاوتار، صرفك يعني الله وروح الله ساكن فيكم. وفي القلوب دي صرفك الاوتار، صرفك يعني بسطتك الاوتار اللي هي الالحان. فجوه القلوب، قلوبنا دي بتدي انغام والحان وترانيم. عشان كده لما بنرنم او نسبح ربنا بقلب فعلا بيكلمه، دي الاوتار اللي بتسر مين؟ ربنا. دي اثور العاج اللي ربنا بيفرح بيها. اثور العاج سرطت الاوتار. الله يشتاق ان هو يسكن فينا عشان يجعل قلوبنا قصور من عاج تفرحه وترنم ليه وتسبحه. اتكلم عن صفات الملك، عن عرش الملك، عن فولدان الملك، عن ثياب الملك، واتكلم عن مسكن الملك. لكن يبتدي ينقل بقى النقطة التانية، يتكلم عن الملكة. مين هي الملكة دهية؟ ومين اللي هي مدعوة؟ مين هي الملكة ومين اللي هي مدعوة انها تبقى هذه الملكة
ده نبقى نكمله تاني بعدين. بسم الله والابن ابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل مزمور 45 مع بعض من عدد 9. مزمور 45 من عدد 9. بنات ملوك بين حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. شفنا صفات الملك اللي اتكلم عنها في الجزء الاولاني من المزمور، وهفكركم بصفتين مهمين من صفات الملك. ان الملك ده ادرع جمال من بني البشر، القوة، قوة الجمال الجذابة اللي فيه، والقوة المخلصة تاني صفة من خلال السيف بتاعه اللي اتكلمنا عنه، اللي هو كلمة ربنا وصليب ربنا، القوة اللي بيديها الله للإنسان. وشفنا ثياب الملك، عرش الملك، وشفنا مسكن الملك. لكن الملك ده اللي يليق بيه لابد ان هو تكون ملكة. وهنا نبتدي نتكلم عن الملكة، وبترمز لإيه الملكة التي تليق إلى الملك. الملكة دي هي بتمثل الكنيسة، عروس المسيح، وبتمثل في نفس الوقت كل نفس بشرية فينا. كل واحد فينا هو الملك أو هي الملكة اللي تليق بإنه يتحد بشخص الله، يفرح بالله ويشبع بربنا ويرتاح في ربنا ويبقى هو وربنا واحد. والملكة ايضا هي العذراء مريم، عشان كده تملي تشوفوا صورة العذراء قاعدة على يمين السيد المسيح. فالملكة هي الكنيسة، هي العذراء مريم، هي النفس البشرية. فده يتكلم عن الملكة ده، هي اذا كانت الملك تليق به الملكة اللي هي انا، يبقى هنا بيبلنا حاجة جميلة جدا من القصد الالهي اللي ربنا اوجدنا علشانه. ايه هدف وجودي وايه معنى وجودي؟ يلاك معي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك. هدف الوجود اللي ربنا اوجدني علشانه، اول حاجة ان انا يكون ليا روح البنوة، بيناديها بايه؟ ابنتي. ابنتي يعني اداها روح البنوة، ان الانسان يبقى ابن لله. وفي نفس الوقت الانسان مدعو ان هو يكون عروس للمسيح، وفي نفس الوقت الانسان مدعو انه يكون عن يمين المسيح. خدوا بالكم لان دي حتة حلوة جدا ومهمة جدا، ان كل انسان يعرف ايه معنى وجوده وهو اتخلق ليه وموجود ليه. ربنا خلقني علشان يمتعني بالبنوة، ربنا خلقني مش بس علشان يمتعني بالبنوة، لكن علشان اتحد بيه، اكون انا وهو واحد. اذا كان العريس بيتحد بالعروس ويصير الاثنين واحد، فده الهدف اللي اوجدني الله من اجله. اللي بيقعد في يمين باستمرار ده موضع ايه؟ الكرامة. اليمين موضع الكرامة باستمرار. فده قصد ربنا من حياتي، انه يديني البنوة، انه يديني الاتحاد، انه يديني الكرامة. لو تفتكروا في قصة لطيفة في سفر حسقيال اصحاح 16، ربنا بيتكلم كده عن النفس البشرية من خلال اورشليم. اورشليم اللي اتولدت وهي غريبة، وبعدين مرمية بدمها مدوسة، محدش راضي يعبرها، وكانت معرضة للموت، لكن مر بيها فإذ زمنها زمن الحب، فعمل فيها ايه؟ حماها ونظفها ولبسها وأكلها وشبعها، وبعدين في الآخر يقول لها فصرختي للمملكة. حب ان احنا نقرأ الشاهد ده لانه شاهد مهم قوي في حسقيال 16. حسقيال 16 من عدد 1 بيقول: وكانت الي كلمة الرب قائلة: يا ابن ادم عرف اورشليم رجاستها، قل لها: هكذا قال السيد الرب لاورشليم: مخرجك ومولدك من ارض كنعان، ابوك اموري وامك حيثية. يعني انت كنت غريبة من اب من جنسية وام من جنسية اخرى.
أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك سابوكي تنزفي، ولم تغسلي بالماء للتنظيف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقنيطا، محدش اهتم بيها. النفس في حالة محدش مهتم بيها ومحدش قابلها. لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل تروحي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي. يعني حتى هي كانت بتكره نفسيها. فمررت بك وإذ ذمنك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت دينة الأزياء، ونهبت بياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية. نفس قبل ما تعرف ربنا كانت ايه؟ عريانة وعارية. والعري هنا ده رمز للخطية. الانسان امتى حس انه عريان؟ لما اخطأ. فنفس لسه ما عرفتش ربنا، نفس عايشة في الخطية، مهملة متروكة، مش حاسة بقيمتها، ما حدش مهتم بيها، ما حدش بيحبها. لكن اتقابلت مع ربنا. فمررت بك وإذ ذمنك رأيتك، وإذ ذمنك ذمن الحب. لما دخلت في علاقة مع الله تلك النفس البشرية، بسطت ذيلي عليك، بعد ما كانت عريانة هو غطاها بهدومه، وسترت عورتك، وحلفت لك، ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، بقيت بتاعتي، فحممتك بالماء، وغسلت عنك دمائك، ومسحتك بالزيت، وألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وأظهرتك بالكتان، وكسوتك بالذر، وحليتك بالحلي، فوضعت إصورة في يديك، وتوقا في عنقك، ووضعت خذامة في أنفك، وأقراصا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك. فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبذ والمطرز، وأكلت السميز والعسل والزيت، وجملت جدا جدا، فصلحت لمملكة. شوفوا، نفس كانت مهملة متروكة، نفس كانت مرفوضة، محدش حتى اهتم بيها، لكن ربنا حبها وقعد يجمل فيها لحد ما صلحت ان هي تكون ايه؟ لمملكة، انها تكون ملكة. ده اللي بيعمله الله في النفس البشرية، لان النفس اللي تتحد بيه واللي تليق بيه لابد انها تكون على مستوى الملوكية. ودي حاجة مفرحة جدا لكل واحد فينا، ان مهما كان الانسان فينا من وحاشة، ومهما كان الانسان فينا من شر، لكن الله يستطيع ان هو يجملنا جدا جدا جدا، لكي ما نستطيع ان احنا نكون او نليق بالمكان الملكة ان احنا نتحد بيه. ده قصد ربنا من خلقة الانسان، انه يجعل كل واحد فينا ليه هذه الملوكية اللي تليق بالاتحاد بشخصه. حالة الانسان قبل معرفة ربنا حالة متعبة جدا، مفيش سلام، مفيش راحة، مفيش شبع، مفيش فرح، لكن لما يخش في زمن الحب يتمتع عندما يفتقد الله الانسان بالخلاص وبالحب. فهو بيقول لها بنات الملوك من كرامتك، او بنات ملوك من حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. وذهب أوفير ده ذهب خالص الثمن أو نقي جدا، فثمنه غالي للغاية. وهنا الملكة عن يمين الملك في موضع الكرامة. هنشوف بردك العدرة، تملي الصورة القطية الأصيلة، يرسموا العدرة قاعدة على يمين المسيح، وفي طقس الكنيسة لو أيقنت العذراء باستمرار على يمين الهيكل، لأن الملكة جلست عن يمين الملك. مش بس موضع الكرامة، ولكن أيضا موضع الشفاعة، موضع القوة. فالله
في خلقته للانسان عايز يدي الملكوت للانسان مهما كانت رداءة الانسان ووحاشة الانسان. الله عايز يدي الانسان مكان الكرامة. الله عايز يدي الانسان البنوة. وبيدعو النفس البشرية هنا يقول لها اسمعي يا بنتي يا بنت وانظري واميلي اذنك وانتي شعبك وبيت ابيك. انسي الحياة القديمة انسي الحياة القديمة وافتكري حياة جديدة. اذا كانوا في طقس الكنيسة بيقولوا العبارة دي للعروسة اسمعي يا عروسة واثقي سمعك وانسي شعبك وبيت ابيك. انك هتنتقلي من حياة الى حياة. انسي حياتك القديمة وابتدي حياة جديدة. حياة طريق بالملكة اللي هي تتحد بالملك. دي باستمرار دعوة ربنا لكل نفس بشرية. انسى حالتك القديمة. انسى حياتك الاولانية. انسى الشرور. انسى الضعفات. انسى الخطايا. انسى السقوط. انسى الكآبة. انسى الحزن. انسى الفشل. وتعالى كابن او كبنت ليا. بس مش بس تسمع. لكن خدوا بالكم الكلمة اميلي بسمعك يعني ايه. اسمع باهتمام. اسمع باهتمام. ادي اهتمام لكلمة ربنا اللي عايز يقولها. اسمعي يا بنت وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك فيشتهي الملك حسنك. صدقوني الاية دي كده تتحط في برواز جميل جدا. لان الملك هنا اللي هو الله بيعمل ايه؟ بيشتهينا احنا. عايزنا. في ناس كتيرة بتبقى حاسة انها مرفوضة من الله. ربنا مش عايزها. بسبب وحشتها. بسبب تكاسلها. بسبب بعدها. بسبب تأخرها. ايا كان السبب. لكن لا. دي ارادة الله المعلنة واللي حاجة اللي جوه قلب ربنا تجاه كل واحد فينا. ان الله يشتهينا. وينظر الينا بان احنا حسن جدا. يشتهي الحسن بتاعنا حتى بالرغم ان احنا ما فيناش ولا حاجة كويسة خالص. دعوة للملك انها تنسى حياتها الاولانية القديمة. تنسى كل ما هو وراء وتمتد الى كل ما هو قدام للعلاقة جديدة بينها وبين ربنا. لانه هو سيدك فاسجدي له. وشوفوا الخيال الجميل في المزمور. هي قال قامت الملكة عن يمين الملك وفي نفس الوقت هي سجدة. طب هي قايمة ولا سجدة؟ الاثنين. قايمة لانها قايمة في المسيح منتصرة. ليها كيان في المسيح. ليها قيامة في المسيح. وسجدة بمعنى انها متعبدة للمسيح. عشان كده النفس اللي قامت مع المسيح هي اللي تقدر تقدم عبادة حقيقية للمسيح. فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فاسجدي له. إذا كان الله أحبني واشتهى الحسن بتاعي فيليق بي إن أنا أقول له إن أنت سيدي. سيدي يعني ليك السيادة في حياتي. أدي لربنا سيادة في حياتي. والسيادة اللي أديها ربنا في حياتي ان ربنا يبقى هو اولا. كلمته مسموعة. كلمته مطاعة. مشاعر الحب لي اولا. مش ربنا اخر حاجة او في ديل القايمة او في ديل الاهتمامات بتاعتي. سيدي يبقى هو اول شيء. ومن تصور اغنى الشعوب تتردى وجهه بهدية. من تصور رمز للامم. اهل صور دول. صور دي بلد في لبنان. ولو تشوفوا بنات صور اللي تلقوا وجه المسيح بهدايا. لو انتوا بتقروا كده في الكتاب المقدس في تاريخ حياة المسيح مين اللي بنت صور اللي جات وقدمت هدية للمسيح. مين يقول دي؟ لا. بنت صور المرأة اللي سكبت الطيب دي كانت يهودية. لكن بنت صور دي واحدة لازم تكون ايه؟
أممية مش من شعب اليهود، جت لا المرأة الكنعانية الخارجة من تخوم صور وصيدة اللي كان ليها بنت وقالت له اشفي بنتي ابنتي معذبة، قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قالت له والكلاب ايضا تأكل من الفتات الساقطة من مائدة اربابها، فقال لها عظيم ايمانك. دي المرأة اللي جت من صور، المرأة الأممية اللي جابت هدية للمسيح وقدمتها له، كانت الهدية هي هدية إيمانها بشخص المسيح، فقال لها عظيم هو إيمانك. وبص كده لليهود وقال لهم لم أجد في إسرائيل إيمان بهذا المقدار. برضك بنت سور أغنى أغنياء الأرض جت تتردى وجه الله في شخص مين؟ المجوس. مجوس جم اغنى اغنياء الارض يتردوا وجه ذلك الطفل المولود. فبنت سور دي اشارة للامم، الناس الغرب اللي برضك ليهم نصيب في المسيح. فالمسيح عايز الكل وبيحب الكل وبيقبل الكل اليه. وبنت سور اغنى الشعوب تتردى وجهك بهدية، والهدية اللي ربنا باستمرار عايزها هي هدية الإيمان، الثقة فيه، هدية المحبة، هدية التوبة، الرجوع عن الخطية وعن الغلط اللي الإنسان بيعيشه. قال لها انسي شعبك وبيت أبيك، انسي كل شيء ما عدا أنا، وما تتعلقيش بشيء إلا بي أنا، اسجدي لي أنا بالسيادة. فرحان هو جدا بتلك النفوس اللي بتعمل معاه كده، بتتعلق بيه، بتخضع له، بتحبه، بتعيش من اجله. كلها مجد ابنة الملك في خدرها منسوجة بذهب ملابسها. كلها مجد، النفس البشرية تتحول كلها الى مجد في خدرها، يعني من جواها، او الترجمة اللي تلاقوها في الاجبية معانا كل مجد ابنة الملك من داخل. مجد النفس البشرية مش هو مظهرها من بره، مش شكلها، مش جمالها الخارجي، لكن اللي جواها. العذراء مريم مجدها ما كانش شكلها من بره ولا سلطانها ولا الظروف اللي كانت عايشة فيها، بل العكس كانت من بره كلها ألم وفقر واحتياج وتعب، ويجوز فيها سيف، لكن العذراء مريم كان كل مجدها من داخل، الحياة الداخلية أو السرية اللي بينها وبين ربنا. عروس النشيد بتقول نفس العبارة، أنا سودة وجميلة، سودة من بره لكن جميلة من جوه. لما تدرسوا خيمة الاجتماع في العهد القديم اللي هي ترمز للكنيسة، كانت خيمة الاجتماع شكلها ايه من بره؟ اسود، جلد تخس، ومنظر كئيب من الخارج، لكن من جوه منظر جميل سماوي، اسمنجوني وارجوان وكتان وبوس مبروم. يمكن الناس تبص للنفس البشرية اللي عايشة مع ربنا وتقول يا من بره كده، لا ده عايش في حرمان، ده ما بيشوفش مزاجه، ده ما بيتبسطش، ده محروم، ده جعان، ده 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 ده، منظر من بره كئيب، منظر حرمان وفقر وآلام وضيقات. لكن وقع الأمر ان النفس البشرية اللي عايشة مع ربنا قد تبدو من الخارج منظر آلام زي ما شفت شهداء أخنين، ان هم من بره شكل الجسد ايه؟ متقطع ومتألم، لكن من جوه النفس كانت متهللة جدا. ويمكن تعرفوا ان الشهداء دول وهم رايحين كانوا يصروا ان هم رايحين للاستشهاد، كانوا يصروا ان هم يلبسوا ابيض زي الرايحين فرح، بالرغم ان من بره في الم لكن من جوه كان في فرح عجيب.
عشان كده مجد الانسان او النفس البشرية كان من جوه. وابونا لما كان بيكلمنا في اول يوم يقول النفس كل مجدها منين؟ من الداخل. ابونا عبد المسيح المماهري كان مخبي المواهب بتاعته ايه جواه، ما كانش بيظهرها، يمكن كان بيتظاهر بالهبل او بالجنون في بعض الاحيان علشان ما يكشفش اللي جواه لحد، عشان ما يكشفش جواه لحد. العروسة ما تكشفش جمالها الا لعارسها، اسرارها ما حدش يشوفها الا عارسها. عشان كده بيقول بردك عن عروس النشيد الآية الشهيرة: حبيبتي جنة مغلقة ينبوع مختوم. النفس تبقى ليها علاقة سرية بينها وبين ربنا، وده اللي المسيح بيقوله: إذا أردت إنك تصلي مش هتصلي قدام الناس، لكن اعمل إيه؟ ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. العلاقة السرية اللي بيني وبين الله ده مجد الانسان، مش شوية المظاهر الخارجية اللي بتظهر قدام الناس دي مجد الانسان. فلان ده بيصلي، بيحضر الاجتماعات، بيصوم، بيخدم، ده كلام فاضي. لكن مجد الانسان الحقيقي العلاقة اللي بينه وبين ربنا. يمكن انا بصلي قدامكم، لكن عايزين تعرفوا المجد الحقيقي لما ابقى في اوضتي لوحدي، يا ترى بصلي مع ربنا ولا لا؟ ده شيء مهم. انا بروح اجتماعات لان بقابل ناس وناس بيعرفوني وممكن ان انا يكون ليا خدمة، لكن لو رحت في بلد غريبة محدش يعرفني، يا ترى هبقى اروح الكنيسة باستمرار ولا لا؟ في فرق كبير جدا بين المظهرية او التظاهر اللي الانسان بيتظاهره بالحياة الدينية، وبين ان فعلا يكون بينه وبين ربنا علاقة سرية. تقولي لي ما صليناش، افرض ما صليناش كجماعة، طب ايه اللي يمنعك انك تصلي كفرد بينك وبين الله؟ هنا مجد النفس البشرية العلاقة السرية، الخضر بتاع النفس البشرية. فعرفنا بيؤمرنا بان احنا نخبي الفضائل بتاعتنا في الداخل جوانا، زي العذراء مريم. تقروا آية لطيفة قوي في انجيل ابن لوقا، يقول ان في اعمال عظيمة واقوال عظيمة اتقالت للعذراء مريم لما المسيح اتولد، لكن هي كانت بتعمل ايه؟ كانت تحفظ كل هذه الامور متفكرة بها في قلبها، مخبياها جوه قلبها. عرفنا بيأمرنا بان احنا نخبي الحاجات الحلوة اللي فينا او العلاقة السرية اللي بيننا وبينه، نخبيها جوانا عشان عدو الخير ما يكتشفهاش، ما يعرفش اسرارنا، يوم يحاربنا بالكبرياء او يعطلنا ويهزمنا ويستولي على الحاجات اللي عندنا. عشان كده في فرق في الحياة الروحية بين اللي بيتظاهر وبين اللي عنده فعلا ذلك المجد الذي من الداخل. يقول كل مجد ابنة الملك في خدرها، في داخلها، منسوجة بذهب ملابسها. يبتدي يوصف ثياب العروسة، يقول ان الثياب دي كلها منسوجة بالذهب. اشمعنى الذهب؟ الذهب اول صفة ليه انه لا يتفاعل مع الارض. تاخدوا الذهب تحطوه في الارض ما يفضيش، يفضل قيمته هي هيها ذهب، ما يتفاعلش مع الارض. خدوا بالكم المعنى الجميل ده. والثياب قلنا انها رمز لجسد، زي ثياب الملك رمز لتجسد المسيح او جسده، ايضا ثياب النفس البشرية هي جسدها، معمول من ذهب. من ذهب يعني ما يتفاعلش مع الارض. بنشوف في سفر الرؤيا يوحنا الرائي بيتكلم عن كل حاجة في السماء، يقول عليها معمولة منين؟ من الذهب.
فالذهب رمز لكل ما هو ثانوي دائم لا يتفاعل مع الارض. الذهب رمز للحب، عشان كده العريس بيقدم للعروسة دبلة منين؟ من ذهب. ليه هو اشمعنى من ذهب؟ مش بس يقولها انها حاجة غالية، لكن عايز يقولها ان الحب اللي جوايا ما بيتفاعلش، ما بيتغيرش، ما بيقدمش، ما بيبلاش. عايز يقول ان الحب ده حب ايه؟ ابدي مستمر. هو عايز يقول كده، لكن اللي بيحصل حاجة تانية. لكن النفس البشرية فعلا ثيابها من ذهب، ما بتتفاعلش مع الارض، سماوية في حب ابدي، بتعيش هذا الحب في نقاوة. الذهب ده مادة نقية ما فيهاش شوائب، الذهب مادة غالية. فكل ثياب النفس البشرية منسوجة من ذهب، عشان نقدر نعرف ان فعلا قيمتنا في نظر الله بهذا المنظر وبهذا الشكل. منسوجة بذهب ملابسها، بملابس مطردة تحضر الى الملك في اثرها عذار صاحباتها. ملابس مطردة يعني مذركشة ملونة تيجي صاحبتها. حد دلوقتي فكرة الاشبينات موجودة، عادة قايمة عند اليهود، وده اللي اتكلم عنه المسيح في مثل عذار الجاهلات والحكيمات. دول كان عبارة عن 10 اشبينات للعروسة، واللي بيمسكوا الشمعة دلوقتي عند العروسة دي الفكرة دي متاخدة من هذا المزمور، صاحبات العروسة اللي بيمسكوا لها الشمع. الميزة الحلوة في النفس اللي هتتحد بربنا انها ما تجيش لربنا ايه؟ لوحديها، لازم تجيب معاها ناس تانية. عروس النشيد تقول له اجذبني وراءك فنجري، فنجري بصيغة الجمع، مش بس اجي لكن اجيب ناس كتيرة معايا. شفتوا الان بشنودة رئيس المتوحدين مش بس راح للمسيح، لكن جذب وراه 4000 راهب ولا 5000 راهب. انبا انطونيوس، قديس مكاريوس، كل نفس جت واتحدت بربنا وبقت عروسة لربنا، ما جاتش لوحديها لكن جرت الاف معاها ناحية ربنا. دول الصاحبات اللي كمان بييجوا معايا تجاه المسيح. عشان كده من الصعب ان انا اروح للمسيح لوحدي واقول له كفاية ان انا جيت لك، كفاية ان انت جيت لي. طب فين اخوك وفين اختك وفين اصدقائك وفين اصحابك؟ لكن لما تبقى النفس فعلا منجذبة لربنا ما بتنجذبش لوحديها، بتجذب نفوس كتير معاها. مقدمات اليه يحضرنا بفرح وابتهاج، مش بس رايحين لربنا، لكن حطوا خط تحت كلمة بفرح وابتهاج، لان سامحوني في اوقات كتيرة بنروح لربنا غصب عننا، بنروح لربنا بتكاسل. ادينا قاعدين نسمع درس الكتاب اهو بالعافية، لكن لا، ربنا عايز اللي جايله يجيله بفرح وابتهاج مش بتضرر. اللي هيترك حاجة من اجله يتركها بفرح وابتهاج، اللي هيحتمل حاجة من اجله يحتمل بفرح وابتهاج، اللي هيديله حاجة يدهاله بفرح وابتهاج، اللي هيصلي يصلي بفرح وابتهاج، اللي هيصوم يصوم بفرح وابتهاج، اللي هيقرا كلمته يقراها بفرح وابتهاج. مش موضوع ادي الجماعة اللي احنا فيهم او المجموعة هتعمل كده يبقى هنعمل كده، او يعني عشان ما يكلموناش كلمة او ما ياخدوش فكرة وحشة عننا، لا، سيبكم من كل ده. النفس اللي عايزة تدوق فعلا حلاوة ربنا لابد انها تقدم تجاه الله بفرح وبابتهاج. عشان كده تشوف الشهداء اللي ضحوا من اجل المسيح ضحوا بفرح وابتهاج، والناس الرهبان اللي تركوا من اجل المسيح تركوا بفرح وابتهاج، واللي احتملوا احتملوا بفرح وابتهاج. يبقى العروسة اللي هي الملكة بصفتها بمجدها من الداخلي، بثيابها المطردة من الذهب، بمجموعة صاحبتها اللي معاها،
كل دول هيروحوا يقابلوا العريس. طب مكان اللقاء فين وهيتقابلوا فين؟ يدخلنا الى قصر الملك، اللي هو قال على قصر الملك من قصور العاج ترتك الايه الاوتار. قصر الملك ده اللي هو بيته اللي هي كنيسته. مكان اللقاء هو هيكل الملك، يدخلنا الى هيكل الملك، المكان اللي بنتقابل فيه كلنا مع ربنا. عشان كده صدقوني لو احنا بنفهم معنى الكنيسة صح، الكنيسة ده هو مكان العرس اللي بنتقابل فيه مع الله، مكان الاحتفال اللي احنا بنقعد فيه مع ربنا. دي قصة القداس الالهي كلها عبارة عن حفلة زفاف. القداس فرح، القداس ده فرح ربنا فيه. شوف ابونا حتى في الطقس بتاعه يعلن الحمل او العريس بزفة وهو داخل يقول مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس، انه بيقدم العريس الكنيسة بتاعته العروسة. بعدين العريس بيقدم نفسه من خلال القرايات اللي بتتقري، البولس والكاثوليكون والانجيل، ده وعود العريس للعروسة، حديكي وحديكي وحديكي. الصلوات اللي بتتقال دي طلبات العروسة من العريس، لحد ما يوصل قمة الفرح في لحظة الاتحاد ما بين النفس البشرية وما بين شخص المسيح في التناول. عشان كده عمركم شفتوا في حاجة اسمها قداس حزيني؟ نعرف ان في نغمة حزيني في اسبوع الالم، لكن في قداس حزيني اطلاقا مش ممكن، لان القداس ده عبارة عن فرح، عرس، عرس الحمل. فمكان اللقاء هو بيبقى في هيكل العريس، يدخلنا الى قصر الملك. طيب اللقاء اللي تم ده والاتحاد اللي تم ده ينتج ايه؟ اكيد ان زي اتنين ما بيتجوزوا بيخلفوا يعطي ثمر هذا اللقاء. فيقول عوضا عن ابائك يكون بنوك، يبقى لك ابناء. نتيجة هذا الاتحاد يجي ابناء، عشان كده يسموا الكنيسة كنيسة ام ولود، او النفس البشرية اللي تيجي لربنا تولد لربنا نفوس. لو الاب والام ليهم علاقة بالله، اولادهم لازم يطلعوا ليهم علاقة بربنا. مش بس ليهم اولاد، ولكن الاولاد دول يبقى موقعهم ايه؟ تكون بنوك تقيمهم رؤساء على كل الارض، يبقوا رؤساء على كل الارض، ليهم سلطان، ما هم مش اولاد عاديين او اولاد مخزيين، لكن اولاد مفرحين. اذكر اسمك من كل دور في كل دور فدور، من اجل ذلك تحمدك الشعوب الى الدهر والى الابد. ده النفس كمان تخش في موضوع الخلود، تبقى فوق الزمن، تبقى عايشة مع ربنا دور فدور، يعني من جيل الى جيل، من زمن الى زمن، ليها علاقة بربنا، ليها فرحة بربنا، ليها التصاق بربنا. دي النفس البشرية المثمرة، مزينة بانواع كتيرة. النفس البشرية اللي صارت ملكة فيها فضائل كتيرة زي الكنيسة، وفيها اسرار كتيرة، فيها 7 اسرار. النفس يبقى فيها فضائل كتيرة، فيها فضيلة محبة واتباع، فيها طهر، فيها نقاوة، فيها رحمة، فيها شفقة، حتى فيها الم. في مواهب كتيرة المسيح بيديها للكنيسة او للعروس بتاعته، فعشان كده يبقى عندها امكانيات كتيرة جدا. ده اللي حصل مع العذراء مريم. العذراء مريم قايمة عن يمين ابنها بتشفع فينا. العذراء مريم ثوبها موشى بالذهب، لانها جسدها حتى صعد الى السماء. العذراء مريم اشتهى الملك حسنها، زي ما نقول لها في التسبحة، تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك، ارسل ابنه وحيده وتجسد منك.
العذراء مريم كانت بتحفظ بكل الامور دي في قلبها، عشان كده كان مجدها من الداخل، بالرغم من ان ظروفها من بره كانت كلها ظروف سيئه، لكن النفس فرحت بربنا، نفسها قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتباع امته. وبقت العذراء مريم دي رمز لكل نفس بشريه فينا، تبقى فرحانه بربنا وبتقدم حياتها لربنا بفرح وابتهاج، هوذا انا امت الرب، بالرغم بان ربنا اقامها عن يمينه، لكن قالت عن نفسها انا امت الرب، ليكن لي كقولا هو سيدك وله ايه تسجدين وله تخضعين. فاذا كانت العذراء مريم هي صارت الملكة امنا، هي دعوة ان كل نفس فينا تكتشف جمال هذا العريس، تكتشف قوة هذا العريس اللي بيدعوها، ايا كانت وحشتها وايا كان ضعفها وايا كانت سقطتها، انها تجيله بفرح وابتهاج، وهو يلبسها الثياب المطرزة، هو اللي يديها انها تصلح انها تكون ملكة، زي ما يقول لها في حبقيال جمولتي جدا جدا فصلحتي لمملكة. عشان كده اذا كنا شفنا ناس شهداء وناس قديسين في خلال الرحلة بتاعتنا، ما هياش مجرد ذكرى او مجرد حكاوي سمعناها، لكن هي دعوة ان كل واحد فينا يدخل لتلك العلاقة بينه وبين ربنا، يبقى عروس، يبقى ملكة، يبقى ابن لربنا، يبقى في موضع اليمين. لان انتوا تعرفوا ان السيد المسيح بيتكلم عن يوم الدينونة ان فيه خراف عن اليمين وجداء عن اليسار، يا ترى انا يكون موقعي ايه؟ الملكة العروس هي اللي تيجي عن ناحية اليمين، وناحية اليمين دي ما تجيش الا بعلاقة تتكون بينها وبين ربنا. كده ياريت نقف نصلي دلوقتي وتكون دي طلبتنا من ربنا، ان ربنا يمر علينا يكون زماننا زمن الحب، وهو دلوقتي زماننا زمن الحب، ان احنا كمان نستجيب للعمل اللي عايز يعمله فينا، ان احنا نستحمى ننضف، بس مش من الاضطراب بتاع الرحلة، لكن ننضف من الخطايا، ننضف من الانانية اللي موجودة فينا، من حب الذات، من انا باستمرار عايز ابقى نمرة واحد، ننضف من نظرتنا السيئة بعضينا البعض واحتقرنا بعضينا البعض حتى وان كنا بنظهر بمظهر محبة من خارج، ننضف من جوه مش من بره، علشان نبقى فعلا ملكة تليق بهذا الملك. يا ريت ان احنا نقف قدام ربنا ونصلي ونطلب منه الطلبة دهية. انا عارف ان احنا متعبين، لكن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. اللي عايز ربنا لازم يصارع عشان ياخد ربنا. مشكلة الدير الزحمة اللي الناس زعلت انها ما دخلتش، هو ده الملكوت بالظبط. مش هنقدر نقول لربنا اصل لقيت الدنيا زحمة ما قدرتش تخش خلاص. لكن عايز تخش لازم تعمل ايه؟ تجاهد، لكن مش تزق وتدوس على غيرك، لا، لازم تجاهد، لازم تحتمل، لازم تترك، لازم تتعب. دي فكرة الملكوت، بس اللي هنقدمه، اللي هنتركه نقدمه بفرح وبابتهاج لربنا. تفضل يا صديقي.